باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. هناخد مع بعض دلوقتي الرد على شبهة حرق عظام جون ويكليف اللي بيستشهد بيها بعض المشككين في الهجوم على الإيمان المسيحي، كما لو الإيمان المسيحي متعسف وإرهابي وهكذا. الشبهة دي البعض يمكن مسمعش عنها، لكن للأسف بيستغلوها حاليا بعض الشباب المسلمين لتشكيك الصغار النفوس المسيحيين في الإيمان المسيحي وفي تاريخهم المسيحي. فندرس مع بعض الشبهة، وطبعا لازم المشككين يعملوا دراماتيزيشن ويصعبوا من الموضوع، فهنقرأ شبهة مع بعض. يقول: أفظع جريمة قرأتها كان ما حدث لجون ويكليف. المتكلم مسلم بسبب كل التاريخ الإسلامي، وهو ده اللي اعتبرها أفظع جريمة. ما علينا، جون ويكليف هو أول من ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية من الترجمة اللاتينية الفولجاتا، ومن كبار رجال الإصلاح البروتستانتي، يطلق عليه المؤرخين اسم نجمة الصباح، ويكمل كلامه لغاية ما يقول إن هو مات جون ويكليف في 31 ديسمبر 1384، وفي عام 1428 أي بعد 44 عاما من موت ويكليف عقد مجمع لاتهام ويكليف بالهرطقة، وصدر قرار بنبش قبره وإخراج عظامه وإحراقه ورمي الرماد في نهر سويفت. ما كل هذه البشاعة؟ ما كل هذه الهمجية؟ ما كل كل ده؟ طبعا المشككين ما بيصدقوا البربرية. أين احترام الموتى؟ المسلمين بيتكلموا على احترام الموتى، اللي ما بيحترموش الأحياء بيتكلموا على احترام الموتى. ما علينا، ولكن يبدو أن الأساقفة بعد ما فشلوا في إصدار قرار من البرلمان الإنجليزي بالقضاء على ترجمة ويكليف، وكان هذا في حياته، حاول الانتقام منه من ترجمته بعد مماته. يكمل ويقول: ما المشكلة في نشر وترجمة الكتاب المقدس بالإنجليزية بين عموم الناطقين بها؟ لماذا كان يتم حرق وصلب من ينشر الكتاب المقدس أو يطبعه بين العوام؟ لماذا كان الكتاب المقدس حكرا فقط على بعض الإكليروس؟ ده اللي بيقوله المشككين. ما المشكلة في نشر وترجمة الكتاب المقدس بالإنجليزية بين عموم الناطقين بها؟ طبعا كما لو كان حول الموضوع أن هم انحرقوا عظام جون ويكليف عشان أن هو عمل ترجمة إنجليزي، طبعا الموضوع غير كده تماما، عشان تعرفوا عدم أمانة المشككين على الإطلاق. نبتدي الرد مع بعض. النقطة الأولانية المتعلقة بجون ويكليف، طبعا في البداية، هل يوجد مسيحي بيقول أن كل البشر معصومين من الأخطاء؟ طبعا لا. اتنين، هل يوجد من ينكر أن بعض القرارات وخاصة في عصور الظلم خاطئة واعتذرت عنها الكنيسة الكاثوليكية؟ عشان كده استغلال قرار حرق عظام جون ويكليف، القرار الخاطئ اللي صدر من بعض الرجال من الكنيسة الكاثوليكية، كحجة ان هو يفتعل منه موضوع تشكيكي في تاريخ المسيحية المتعسفة اللي كانت عايزة تحرق كل نسخ الكتاب، مش عايزة تنتشر بين العوام، والكذب ده كله، الكلام ده كذب في كذب. الكنيسة الكاثوليكية قدمت اعتذار على بعض الأخطاء في قرارات زي دي صدرت في عصر الظلمة، ده في مكان محدد من بعض رجال محددين، ده من بعض رجال كمان المنسوبين للكنيسة الكاثوليكية وليس كل الكنيسة الكاثوليكية. القصة باختصار ايه؟ قرار حرق جون ويكليف كان بسبب مهاجمته للبابا، ليس له اي علاقة بترجمته. ليه؟ لانه كان من زعماء حركة الاصلاح ضد الكنيسة الكاثوليكية في هذا الزمان، وهو فعلا كان عالم لاهوتي رائع، حصل على الدكتوراه فعلا في اللاهوت سنة 1372 من جامعة أكسفورد، وأصبح مدرس بها، وأصبح بعد كده واحد من أشهر مدرسيها فعلا، وكان بيحب الإنجيل جدا وتمسك بكلمات الإنجيل بشدة وترجمه للإنجليزية القديمة، ولكن نسخته ما فيهاش أي إشكالية، والاعتراض ما كانش على نسخته. نسخته لازالت بين أيدينا تتطابق مع نص الإنجيل اللي فيه أيدينا، وشاهد من العصور الوسطى على سلامة الإنجيل وعدم تحريفه زي ما يطابق العصور الأولى والعصور الوسطى وحتى الآن. الإشكالية إنه الموضوع عكس ما بيدعيه المشكك، ولا حد أفنى نسخة جون ويكليف ولا كان عايز يفنيها ولا شيء، هي موجودة ومستمرة. قصة بس ترجمة جون ويكليف ليه مش منتشرة قوي في إيدينا؟ لأن الإنجليزية بتاعتها تقيلة قوي وقديمة قوي، أقدم بكتير حتى من كينج جيمس الأصلية، لغتها مش مبسطة، اللي هيقراها هيلاقي صعوبة أنه يفهم حتى لو هو حتى متمكن من الإنجليزي، لأنها الإنجليزي القديم قوي. لكن لو كانت
اللغة الإنجليزية دي هي نفسها المستمرة، ما أصبحتش الإنجليزي الحديث السهل، كانت استمرت نسخة جون ويكليف في الانتشار، لكن هي لسه موجودة وبتتباع من ساعة ما عملها وحتى الآن. الأمر ليس له أي علاقة بنسخته ولا بترجمة الكتاب المقدس ولا بنشر الكتاب المقدس ما بين الكل اللي اوريدي كان منتشر. القصة كلها خلاف ما بينه وما بين بعض الرجال والبابا في هذا الزمان، والخلاف ده اشتد لأنه انتقد بعض التعاليم الخاطئة زي سكوك الغفران، وهاجم من يتمسك بهذا الأمر سكوك الغفران، وبدأ يزيد العداء الشديد ما بينه وما بين الشلة المحيطة بالبابا في هذا التوقيت. رفض الفكر البابوي، عشان كده البابا وبعض الأساقفة الكاثوليك ليس كلهم حاربوه بشدة في هذا الزمان. لكن البرلمان الإنجليزي اللي كان كاثوليكي في هذا الزمان ساند جون ويكليف وأيد نسخته الإنجليزية، بل دعمها واتنشرت، والموضوع ما كانش خلاف على نسخته، والنسخة دي أصلا ما كانش ليها علاقة بالخلاف ما بينه وما بين البابا وبعض قرارات البابا. عشان كده أعيب على اللي بيقدموا أنصاف الحقائق. ليه الكذب؟ ليه تصنعوا شبهة من حاجة ملهاش أي علاقة؟ ده دايما بيوضح لي إن فعلا ما عندهمش أدلة حقيقية. يعني عندهم تاريخ إسلامي دموي 14 قرن، يجوا على حادث فردي لخلافات شخصية قام البعض بتصرف غير لائق لا يوازي اللي بيتم في الإسلام، ويعمل منه شبهة كما لو كانت دي المسيحية، وكمان يحولها إنه عشان مش عايزين ينشروا الإنجيل. ليه الكلام ده كله؟ لكن القصة فعلا الفعل السيء اللي حصل إن أعداء جون ويكليف فيما بعد، أو الحزب بتاعهم تقدر تقول فيما بعد، بعد وفاته بأربعين سنة فعلا عرفوا يبقى ليهم الغلبة على البرلمان. المجموعة الكاثوليك اللي كانوا معتدلين قل نسبتهم شوية في البرلمان الإنجليزي بعد 40 سنة، لكن المجموعة المتشددة منسوش الصراع اللي حصل بينهم وما بين جون ويكليف، اللي هو الصراع اللي حصل بينه وما بين بعض القادة الكنسية الكاثوليك، فعرفوا لأنهم زاد عددهم في البرلمان، عرفوا يخلوا البرلمان يصدر قرار بحرق عظامه. ده بعد ما مات واستراح تماما، ولو كان بار أمام ربنا طبعا يكون ذهب إلى مكان الراحة، عظامه خلاص اللي شبه تأكلت طلعوها وحرقوها. لكن على عكس ما ادعاه المشكك، نسخته ملهاش أي إشكالية في هذا الموضوع، نسخته انتشرت باستمرار زي بقية النسخ القديمة للإنجيل، ولم يكن ده مجال خلاف أصلا. اللي فعله هؤلاء الرجال في هذا التوقيت خطأ، لكن لا يدين المسيحية في شيء. ده مقياس، يعني ده تصرف من قلة في فترة معينة في قرار واحد خطأ. وعلى فكرة ما قتلوش حد، ده كان اوريدي مات واستريح من 40 سنة. لكن لو ده المقياس بتاعهم ده أفظع جريمة. طب ايه رأيكم في تصرفات المسلمين بالإجماع عبر 14 قرن؟ يبقى كده نقدر نقول ده فعلا، ونفضل نقول للنهاردة هذه شراسة الإسلام. لكن المقياس هو الإنجيل. هل يوجد أي وصية في الإنجيل إنك تحرق عظام اللي خالف قرار البابا بتاع الكاثوليك؟ ما فيش الكلام ده في الإنجيل. يعني هؤلاء عملوا شيء مخالف للكتاب المقدس، لكن بالعكس، ده القرآن هو اللي بيأمر الذين يقاتلون الذين لا يؤمنوا بالله ولا رسوله. وطبعا وسخنوا في الأرض، والآيات القرآنية الكثيرة جدا الدموية، والأفعال الدموية اللي فعلها الرسول والمسلمين. فملخص الموضوع هو خلافات شخصية وأيضا فكرية، وبخاصة حول فكر سكوك الغفران المفروضة الخطأ، واللي فعلا اعترفت الكنيسة الكاثوليكية أن هي أصدرت بعض قرارات خطأ في هذا الأمر، وتراجعت عنها واعتذرت عنها، وتصرفات خطأ من قلة في فترة زمنية. الكلام ده ليس لي أي علاقة بالمسيحية عامة، ولا يدين للمسيحية ولا نسخ الكتاب المقدس. فنيجي للنقطة الثانية، ما يتعلق باللي بناه المشكك على شبهته في نشر الإنجيل. كلام دليل ليس له أي أصل مطلقا. فكم الأناجيل والتراجم المختلفة اللي اتنشرت في العالم من القرن الثاني لغاية القرن الـ14 حتى زمن جون ويكليف وما بعده. ده بشهادة كل علماء النقد النصي بما فيهم غير المسيحيين.
بعدد يفوق أي كتاب آخر. أولا العهد القديم كان منتشر عبريا وسريانيا ولاتينيا ويوناني طبعا في العالم كله من القرون الأولى الميلادية. العهد الجديد من القرن الأول انتشرت كل 27 سفر في المسكونة العالم القديم. وفي نهاية القرن الأول الميلادي كانت بدأت اقتباسات الآباء الضخمة، وما بعدها في القرن الثاني والثالث كانت كم اقتباسات ضخمة من الآباء تؤكد أن الإنجيل كان متوفر في أيادي الكل تقريبا لمن يعرف القراءة والكتابة. مع بداية القرن الثاني الميلادي بدأت كمان الترجمات المختلفة اللاتينية القديمة العديدة، دي مش ترجمة واحدة. أيضا انتشرت في أنحاء العالم متكلم باللاتيني، فمش بس المتكلم باليونانية، ده كمان باليونانية واللاتينية اللي هو أغلب العالم القديم، وتطابق مع الإنجيل المسلم في إيدينا التكتس روسيتس. وبدأوا من أوائل القرن الثاني الميلادي آباء الكنيسة الأوائل اللي هم التلاميذ التلاميذ في اقتباساتهم النصية والضمنية يشرحوها للعالم، ويردوا على المهاجمين غير المسيحيين زي تريفوس وماركيون وغيرهم من الكتاب المقدس، وهؤلاء برضو يرد عليهم من الكتاب المقدس. ده يدل على الإنجيل كان منتشر للمسيحيين في كل مكان، وحتى في إيدين غير المسيحيين اللي عايزين يهاجموا الإيمان المسيحي كان متوفر ليهم. حكر، فين الحكر ده؟ جبتوها منين الكذبة دي؟ الناس دول مش لاقيين حاجة في المسيحية فبيألفوا وبيكذبوا، ولا هو عشان الكذب حلال في ثلاث حالات في الإسلام والمعريض الممدوحة؟ الكتاب المقدس بعد كده اترجم للغات كثيرة جدا في نهاية القرن الثالث وما بعده. على سبيل المثال التراجم السريانية لأنها أكثر من ترجمة واحدة، التراجم القبطية الصعيدي والبحيري والإخميمي وغيرها، الأرمانية الأثيوبية الجورجينية السلافينية، كل دي ترجمات علشان الشعوب حتى اللي ما يعرفش يوناني لاتيني رغم ان اغلب الشعوب كانت تعرفه، حتى كمان اللي ما عندهمش اللغات دي برضو توصل لهم بلغتهم، وغيرها الكتير جدا. عندنا 24,000 وشوية مخطوطة داخلين على 25,000 دلوقتي، ده كان زمان من 15 سنة 24,600، وغيرها الكتير، وطبعا أضعاف أضعاف ألاف ألاف هذه الأعداد دابت من كتر الاستخدام وعوامل التعرية في القرون القديمة لأنها كانت بتستخدم باستمرار. اقتباسات الآباء من العصر الثاني زي ما وضحت والثالث والرابع وتشمل الإنجيل كله وشروحاته وتشرح أنه تؤكد أنه كان متاح للكل. كتابات عن الكتاب المقدس عبر العصور من المفكرين والفلاسفة والبسطاء والفلاحين والمزارعين والرهبان والمتزوجين وأعداء الإيمان، كل ده كان متاح في إيديهم. عشان كده اللي يقول ان الانجيل كان حكر على الاكليروس بطل كذب، واستمر حكر على الاكليروس لغاية القرن الخمستاشر. بتكذبوا ليه؟ كذبكم مفضوح. فازاي يقول قائل ان الانجيل ما كانش منتشر وكانوا بيحاربوا انتشاره؟ الانجيل اترجم للغات العالم اجمع وليه اكتر من 2000 ترجمة قديمة تعود لبداية القرن الميلادي وما بعده عبر التاريخ. ازاي مع كل الترجمات دي يدعي واحد انه كان ممنوع؟ قال وحاربوا جون ويكليف عشان عمل ترجمة انجليزي، ما تبطلوا كده، ده كانت اللغة الانجليزية بدايتها، ورغم كده على طول بدأ يترجم ليها. اللي يترجم على الترجمات الانجليزية القديمة ويشكك ان هي كانت ممنوعة زي نسخة جون ويكليف، طب اقدم له معلومات ما يعرفهاش، كان في نسخة اخرى تتطابق عن نسخة مع نسخة جون ويكليف اسمها ألفريك، ولا في أي مشاكل وانتشرت وبلغة برضو قديمة جدا إنجليزي زي بتاع جون ويكليف. نسخة أخرى اللي هي بعدهم اللي هي ويليام تندر، ولا حد حارب ولا حد تكلم، ومأخوذة بعد مقارنة اليوناني باللسخ اللاتيني القديمة وفي العهد القديم أيضا العبري، ومكتوب عنها الأصول المأخوذة منها. نسخة لوثر الألمانية 1554، نسخة كرانمر اللي هي 1489، التراجم الإنجليزية جنيفا بيشو طبعا كينج جيمس، وكل دول رغم اختلاف مصادرهم بتتفق مع جون ويكليف. لكن بدأت الإنجليزية تتطور وتبقى أسهل، فبدأت التراجم تزيد
مع الأسلوب الإنجليزي الأسهل. أيضا الرد اللي بيدعوه أصله كانوا مخبيين وخايفين من النقد النصي، هنكذب. الإنجيل تعرض للنقد النصي من القرون الأولى وآباء الكنيسة ردوا بأكثر تفصيل على سلامة انتقال النص لما كان بيحاول أي مهرطق أو مهاجم يهاجم أصالة أي حاجة، ولا زالت ردودهم موجودة حتى الآن تشهد بصحة الإنجيل. قديس إيرينيوس، قديس يوستينوس الشهيد، قديس سيناغوروس، قديس جيروم، العلامة ترتليان، العلامة أوريجانوس، العلامة تاتيان، غيرهم كم ضخم زخم من الآباء تكلموا على الإنجيل وردوا باستمرار على الهراطقة وعلى المهاجمين وشرحوا وفسروا وعلموا، على عكس القرآن اللي لسه حتى الآن بيخبوا المخطوطات بتاعته عشان ما يتفضحش تحريفه المثبت. بيتكلم على الإنجيل، ده القرآن حتى يومنا هذا ممنوع ترجمته لفظيا عشان ما تتفضحش ألفاظه الخادشة للحياة، عشان كده بيترجموه معاني ما بيترجمهوش ألفاظ. طبعا اللي قدمه حتى الآن ده بس رد بسيط جدا، ده لا يقارن بما تم تقديمه في محاضرات مقدمة النقد النصي. فياريت ترجعوا للموقع في محاضرات النقد النصي وهتلاقوا الموضوعات دي بالتفصيل. أيضا اللي يحب يقدر يرجع لقناة اليوتيوب ويشوف ال7 محاضرات اللي عملتهم وقدمت فيهم مقارنة ما بين مخطوطات الكتاب المقدس ومخطوطات القرآن. وأخيرا إنجيلنا تعرض لكل أنواع النقد من المشككين على مدار ال2000 سنة بكل أنواعها، نقد أعلى بأنواعه، نقد أدنى، وأيضا بكل الهجمات والمحاولات، وظل باستمرار صامد ولم يثبت خطأ في واحد، واستمر الإنجيل شهادة حية وفعالة لكلمة الله الحية والفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين على عكس الآخرين. والمجد لله دائما، وكالعادة آسف لو أخطأت بفعل بقول بتعبير بمعلومة، أنا إنسان ضعيف بيخطئ، لكن ده لو حصل لم يكن عن قصد. وربنا يبارك حضراتكم جميعا يا رب، واذكروني في صلاتكم.